بركات على طول لسام الشاطر يتقدم ويراوغ ويدخل منطقة الجزاء، والحكم الكاميروني يطلب اللعب. محمد بركات كان داخل منطقة الجزاء والكرة بضربة مرمى والتمويه. محمد بركات الورقة الصفراء وسيحرم من اللعب في الدور النهائي في ملعب الكلية الحربية. نيكست ماتش مست محمد بركات، لن يلعب محمد بركات مباراة العودة في ملعب الكلية الحربية بداعي التمويه في حواره مع مجدي تراوي. اترك لكم الحرية في التعليق عن هذه المخالفة مشاهدينا الكرام، ان كانت هنالك مخالفة ام انه تمويه، لابد من حكم